دائما ما نسمع عن أكثر شخصيات الأنمي قتلا للضحايا، لكن هل سبق لك وتساءلت عن أقل الشخصيات قتلا للضحايا؟ لأنها المركز الأول بيصدمكم. في المركز الخامس عندنا كورينين من دراغون بول اللي قتل 7 شخصيات فقط طول القصة. بعدها عندنا أوتشيها ساسكي اللي طول قصة أنمي ناروتو لم يقتل الكثير، فقط بعد جنود الساموراي في آرك الكاغي الخامس تقريبا قتل 6 شخصيات. بعدها عندنا إيتشيغو اللي تقريبا قتل ما بين شخصيتين إلى 4 شخصيات. بعدها عندنا ناروتو اللي طول القصة قتل شخصية واحدة فقط. وفي الأخير عندنا لوفي اللي يمكن قتل شخصية واحدة فقط أو لم يقتل، وهو كايدو على حسب هل هو حي أو ميت. يعني أقل الشخصيات قتلا للضحايا هم الثلاثي الأسطوري إيتشيغو، ناروتو ولوفي. وبس تركت لكم لعبة فيها جميع شخصيات الأنمي، راح تلاقوا الرابط موجود بالبايو.